خير ما فعلت يا سامي، بلدك أولى بمجهودك وتعبك. انا قلت كده برضو، انا كنت عامل حته مشروع كده على قد هناك، شركه عقارات صغيره يعني، بس بعد الازمه الاقتصاديه بقى واللي حصل الحاجات كلها باظت، خسرت كل حاجه تقريبا، فقلت ارجع هنا بقى اشوف ايه اللي ممكن يحصل. بس هو تقريبا الكام سنه اللي احنا سافرنا فيهم دولت غيرت حاجات كتير قوي هنا، فلما رجعت ما بقتش فاهم اي حاجه، فقلت اجي بقى لحد ذو خبره زيك عشان يفهمني ممكن اعمل ايه. مدام عبلة، سبت الشغل هناك برضه؟ اه طبعا، ما كانش ينفع اسيب سامي ولادي ينزلوا مصر لوحدهم، مع اني كنت وصلت في شغلي لبوزيشن مهم جدا. تستعملي بقى في صاحبك ودماغه الناشفه. ما خبيش عليك يا سامي، الحال هنا نايم قوي برضه، وانا للاسف ما عنديش اي اماكن فاضيه، بس انا بعتك لواحد حبيبي قوي ماسك كل العقارات في شبرا، روح له قول انك من طرفي وان شاء الله خير. ان شاء الله. والمدام تخصصها ايه؟ انا علاقات عامة يا فندم. عظيم، ابعت لنا السي في بتاعك وان شاء الله هيبقى ليكي مكان في المشروع الجديد بتاعنا. حاضر يا فندم، هبعته لحضرتك. انت عارفه المشروع ده ايه؟ مشروع ايه بقى؟ اكبر مول واوتيل على كورنيش النيل، اوتيل 5 ستارز، مول فخم جدا، كله محلات توكيلات عالميه، منتجع صحي، عيادات، وهلم جرا. ما تنساش يا سامي تروح للراجل اللي بقول لك عليه، ما تكسلش، وتبعت لنا السي في بتاعك. حاضر يا فندم. اتفضل يا سامي. ياه، كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، بس للاسف طبعا مواعيد كتير قوي. مش كتير وقتك اصلا يا فندم. معاك عربية يا سامي؟ سامي معاك عربية؟ لا، هخلي السواق بتاعي يوصلكوا في أي حتة أنتوا عايزين تروحوا. بس يا فندم. نعم. مبسوط إني شفتك يا سامي. أنا كمان. فرصة سعيدة يا مدام عبلة. أنا أسعد يا أستاذ مصطفى. ما تنسيش السي في. أكيد. باي. عملنا كام لحد دلوقتي؟ كام كده يا مستر؟ انت بالنسبه لك 5 جنيه. سمعت؟ ما تخلي ربنا يخليك. اللي ما لاقيش شغل عندكم، اصل انا لسه سايبه الشغل بتاعي هنا. سايبر يا حبيبتي، مش مكتب تخدين. ايوه انا عارفه، بس برضو انتوا ليكم معارف كتير قوي. انا دبلوم تجاره، بفهم في الكمبيوتر كويس قوي، بعرف اعمل كل حاجه. لو في حاجه هنكلمك ان شاء الله. ميرسي قوي. ايه رايك بقى ان سميه انسب واحده للوظيفه دي؟ لا 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 لا، دي بيئه. ثانيه واحده، اولا شكلها مقبول ومش هتاخد مننا كتير، ثانيا بتفهم في الكمبيوتر كويس. شفتي انا قعدت ساعه مع الراجل مش عارف اصلح له الكاميرا، وهي صلحتها له في ثانيه. ثالثا بقى، وده الاهم، من المنطقه وفاهم الشباب هنا وهتعرف تتعامل معاهم. برضو دي بالذات لا. طب عشان طب زدوالي افكر في دقيقة يا عشرة. اوكي، اوفر. اطلب الاكل. عايزة بسبوسة. اطلب لك بسبوسة. بسبوسة. ميرسي. ميرسي. سلمي على جدو. حاضر.